وتنضم إلينا عبر الهاتف من دمشق سلافة شحادة مراسلة الغد. سلافة، ما هي التفاصيل ما أعلنه الجيش السوري بشكل رسمي عن دخول قواته خان شيخون؟ بالنسبة للعمليات التي تشهدها ريف إدلب وبالتأكيد بلدة خان شيخون، يعني ليس هناك مصادر رسمية تحدثت عن العمليات، لكن بعض المصادر المتواجدة في تلك المقاتلين وغيرهم تحدثوا عن دخول الجيش السوري. أيضا ليلة أمس صدر على مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا المنتصر السوري المعارض بأن الجيش دخل مدينة شيخون في شمال غرب سوريا كما جاء عبر المرصد، إن المصادر الموجودة على المعارك يعني عنيفة وضارية تشهدها محيط بلدة خان شيخون وخاصة الأحياء الغربية منها، حيث قام الجيش في دخول بعض هذه الأحياء ومنها وادي العين، حي وادي العين، وأيضا تثبيت عدد من النقاط بعد سيطرته على حاجز الفقير غرب خان شيخون ب500 متر، وأيضا قطع طريق سفر تجنة خان شيخون من جهة الشمال. هذه المصادر أيضا تحدثت عن عفوا سلافة، ولكني أحتاج منك تأكيدا إذا ما أمكن، يعني ما لدينا يؤكد أن الجيش السوري أفاد بدخول قواته أول أحياء مدينة خان شيخون، هل حدث ذلك فعلا من الجيش السوري بشكل رسمي؟ بشكل رسمي لم يتم التأكيد عن هذا الأمر، خاصة بأن معارك ريف إدلب الآونة الأخيرة لا يتم التأكيد السيطرة على أي حي قبل تثبيت النقاط الكاملة للجيش وتطهير هذه الأحياء، ربما استراتيجية جديدة للجيش السوري، لكن الأخبار المتداولة والمنقولة عن المعارك الجارية هناك في تلك المنطقة هي من تتحدث ودخول الجيش السوري في الأحياء الغربية وبدأ عمليات جديدة وقرب انتهاء هذه العمليات السيطرة على خان شيخون. هناك حسب بعض المراقبين ساعات ربما تأخذ هذه العملية العسكرية التي يعني السيطرة بشكل كامل، إعلان الكامل عن دخول الجيش وسيطرته الكاملة. يعني اليوم معارك ريف إدلب لها استراتيجيات يعني جديدة بالنسبة للمعركة السابقة التي خاضها الجيش السوري، خاصة بأن إدلب هي الحاضنة الكبرى لتنظيم جنة مصر الإرهابي وتحرير الشام وغيرها من التنظيمات التابعة لها. هذا الأمر يعني يفرض على الجيش وعلى الحلفاء من جهة أخرى أن تكون هذه المعارك يعني مختلفة عن سابقاتها، خاصة أن هناك حاضنة كبيرة لهذه التنظيمات في تلك المنطقة يفهم التعامل معها بشكل مختلف عن غيرها، خاصة أصاب على أرواح المدنيين المتواجدين في تلك المنطقة، حيث قام الجيش السوري في خويل البدء من المعركة بفتح معابر إنسانية كثيرة. سلافة شحاتة مراسلة الغد في دمشق، أشكرك شكرا جزيلا وأعتذر عن المقاطعة لضيق الوقت.